قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحريري رحمه الله: وهل للقدماء إذا أنعم النظر من حضر غير المعاني المطروقة الموارد المعقولة الشوارد المأثورة عنهم لتقادم الموالد لا لتقدم الصادر على الوارد. وإني لأعرف الآن من إذا أنشأ وشى وإذا عبر حبر وإن أسهب أذهب وإذا أوجز أعجز وإن بده شده ومتى اخترع خرع. فقال له ناظورة الديوان وعين أولئك الأعيان: من قارع هذه الصفات وقريع هذه الصفات؟ فقال: إنه قرن مجالك وقرين جدالك، وإذا شئت ذاك فرد نجيبا وادع مجيبا لترى عجيبا. فقال له: يا هذا، إن البغاث بأرضنا لا يستنثر، والتمييز عندنا بين الفضة والقضة متيسر. وقل من استهدف للنضال فخلص من الداء العضال، أو استسار نقع الامتحان فلم يقذ بالامتهان. فلا تعرض عرضك للمفاضح، ولا تعرض عن نصاحة الناصح. فقال: كل امرئ أعرف بوسم قدحه، وسيتفرى الليل عن صبحه. فتناجت الجماعة فيما يصبر به قليبه. قليبه نعم، أو تصويره قليبه نعم. ويعمد فيه تقليبه. فقال أحدهم: ذروه في حصتي لأرميه بحجر قصتي، فإنها عضلة العقد ومحك المنتقد. فقلدوه في هذا الأمر الزعامة تقليد الخوارج أبا نعامة. فأقبل على الكهل وقال: أعلم أني أوالي هذا الوالي، وأرقح حالي بالبيان الحالي، وكنت أستعين على تقويم أودي في بلدي بسعة ذات يدي مع قلة عددي. فلما ثقل حاذي ونفذ ردادي، أممته من أرجائي برجائي، ودعوته لإعادة روائي وإروائي. فهش للوفادة وراحة، وغدا بالإفادة وراحة. فلما استأذنته في المراح إلى المراح على كاهل المراح، قال قد أزمعت أن لا أزودك بتاتا، ولا أجمع لك شتاتا، أو تنشئ لي أمام ارتحالك رسالة تودعها شرح حالك. حروف إحدى كلمتيها يعمها النقض، وحروف الأخرى لم يعجم نقض. وقد استأنيت بياني حولا، فما أحار قولا، ونبهت فكري سنة فما ازداد إلا سنة. واستعنت بقاطبة الكتاب، فكل منهم قطب وتاب. فإن كنت صدعت عن وصفك باليقين، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. حسبك، بارك الله فيك، ما شاء الله، بارك الله فيك، قراءتك ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وحين كجرني مقامدي مراغية الدرس جيدي لبات ومقامدي مراغية ويان، وحين سوق هذا ناي رجئ إذا بدأها وقولها يسوق يمادين وعلمك النقاشيين كالديريي وشيء كعصب يا وقتك عدتك تيجي كديريان يا قن توديس ولا ماتي ماشي وحافديي معلنك عن كها أبو سيد سروجي بعفديي مركا حق ضنبو سكفديي وأسوق أنا يدتك إلى كهلان هدي ده هذا كله لما ينا وحوش يا جاي إنا إمارتي وحرجع نسكون راعين إنا وحص حي سنهين أين الجفين دتك إمارت النول يا علماء شوكتنا أيق جفين واسقوا وكمديها هو سيد سروجي وكمديها دتك دنتي هرين أيق ويان لفت جاي ما هني أيسن معارف يا علمي بدن أيسن دامن أيو إمارتي ماشأوش يا جاي هذا يجي روح ويان
حيرادين رجع قارك حيرادين يعيب الزمان يعيب الزمان وما ليس له عيب زمنك عايا قفك عيبنا ما لها عيب وضدك كونه لزمنك ضدك تشيوغا مارت مركا المهم أرنت أصبو مارتي أو أشياء إنا يتران رك وما ولي أي هرين وإلهي مارت مسكحي عقل أو سمي أو سيي هدي أي هدلانة ضدك هور هذا الكود وحبا أوصن قنينين حق هذلك يا افتهني ماذا يا رسالوينك يا سجعيك نكو دارين ويهبو الشيء هذا الكيبان كده حجرنا أوسي شيء جنا يي وحوي يري وإني أناو مثلا تقولنا سما لا أعرف حاجة قبل ما سما وهل للقدماء نعم وحوي يري مركب وحوي يري طيب وهل للقدماء دتكي هريي ميي أسقناتي القدماء السلف كيف وصوا الشيء جنا هراي أي ويان وهل القدماء ذاتك هرمية أسقناتي إذا أنعم النظر في رضا إيجيتانك وفي رسسادة قفك هدو كفو جييو وصفي عن أوغو أبارو مية أسقناتي ذاتكاسي وهل القدماء إذا أنعم النظر هدو صفي عن أوغو من حضر قد عدي تميدو قولهان فريدا هدو صفي عن أوغو أباران ذاتك هرمية أسقناتي غير المعاني المضروقة المواردي نعم غير المعاني معاني ذي وحنا هين المطروقة المواردي مكان أرور كذا أما موسك أرور كذا لبضليه إنفر بدن لقاضي المعقولة الحري معقولة الشوارد كود معنى هذا الدين الحري المأثورة لجسوق جوريي عنهم ضد كهرا لجسوق جوريي ولتقادم الموالد دل شدود عن به الرئيسي لا لتقدم الصادر كان فلي كهرمرتان كهرمر معها على الوارد متك أروريا وما سو أروري مرت أرورك في بعن مرتي الفاضة وهل للقدماء يعني طريقة الاستفهام استفهام تعجب أو ليا بين هويان مركب حكوي راسو ويدين إياه عن طريق استفهام التعجب لياب له وهل للقدماء ذاتك هرمية أسقنا ذين إذا أنعم النظر من حضر أنعم النظر من حضر من حضر وفعلك أنعم من حضر النظر أنعم النظر في المسألة حويا مسألة إيش وصفي عن بو أغيويا إنعم النظر في المسألة تأمل فيها وتفكر فيها ودرس نيالي هذا مارت أنعم النظر في القمر في القضية مركو غفك الشيء مركو سفي عن كور قلو أو في رصد يالي هذا أنعم النظر في المسألة وهل القدماء إذا أنعم النظر هذا أرق سفي عن أوفيريو أوفوغييو من حاضر عدة يوكتا دي سفي عن أغان مي أسقنا تتكيه رأي غير المعاني المضروقة الموارد معاني معنى ياشي ما روح كلمين هايين معاني معاني ذي المطروقة الموارد مطروقة التي طرقت واستخدمت وصارت طريقا معبدا مطروق ومكان الذي تطرق عليه الأقدام وماشي تيتك مارت اللي هو أي قراعيا وقلول مارتي البدليي أمال الليليي ضد أي قادين مطروقة الموارد الموارد نوحويا ومورد الماء مكان الذي يرد عليه الإنسان هذه مارت يعني لها إيش لو ورابيه ولا هذه لما بيها لقى عبيه حول بام بام مرة صوما إن بام بام مرة شد كحون قناة شد عادي يو نقنا إياه موارد وحلا ماشي بيها لقى أرورا يا ليه هذا ضرت بيها لقى عبو صوص عمان ضر بالي بيها لقى عبو برت ضرت بيها لقى عبو وحوي وعمل عادي لقى دكتين مقرنا يسا دكتور مرن مقرنا يسا مركو حكلي وحكو ذا معاني دتكي هراء أي كتاجين معنيه باكله ما يصير له استعمالي وحصب ما ووح مارتي دتبا استعمالين وأزمال إسكدر حلي أو إسكوريجي ومارتي موارد كده أرور كده بوس كده ولا أرور تانكيز وحنا قلنا مت ما قرنا يسا حنشاد عليه سي معانك أتكلم ما يصير أكله ويان تسمع هذا حنشاد مركور معانته لكن هذا تبنا عليه معناه هذا ما كله مية مرجع كلية هني من كاس وحلا كورنا يسين
وكلام استخدم واستعمل حتى ذهب رونقه وحتى ذهب جماله. كلام بدن الله استعمال قد حويان، والانسان يحب كل جديد وعصوبة جعله. اما هذا الشيء كابه تومارت، كلما تسمع شيء وتكرر عليك تسأم منه، وعوبه انت شيء جديد. او يقول الكلام السابقين هو كلام تعود عليه الناس وتحدثوا عنه واستخدموه كثيرا، فصار كأنه شيء معهود عليه ليس له أي لذة ولا ذوق، صح؟ وهذا المعنى وين بلهم بريساس وكلو أو كدرة يادتك هراء هذا الكودي. طيب وعلي هي من غير المعاني المطروقة، مطروقة الموارد أرور كودا بوس أرور كيدا معنى أمارة لبضلي أو إن بدن مارت لتلعيي ميان وحكا لأ مية أسوغ نادتك هرية المعقولة اللي حري معقولة الشوارد فائدين كذا إيو مارتا يكود الددي لحري مارتا معقولة عقل الناقة نافكي واحرة وادب ريبة ليلة ده. عقل الشيء بمعنى ربط شيء، عقلته أعقلها وتوكل. حديث كان في حديث حديث أكسو أراري نكي نبكو يري مارت ما نفك محرتها مسيوان تلسرتها، فقال أعقلها وتوكل على الله. نفك حر كبعدنا مارت إلهي تلسروا مركا. معقولة هي التي عقلت وربطت. الشوارد، الشوارد شرد الشيء بمعنى هرب. المعاني الشاردة هو يقصد المعاني البليغة العظيمة التي تحتاج أن تعقل وتربط وتستخرج وتحفظ. مركا معاني ذي أو الشوارد الفارة منها معاني ذي عررتي أو فكتي ددي شرد البعير أو كيباد دبالي هذا عري سحصوا ما شيء شارد فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. شردهم بمعنى طاردهم عيري صوما عيري أو مارتي فشرد بهم من خلفهم. مركا الشارد هو هو, هو الهارب شيء عري ويا معناه هذا حقوق شيء ذا معناه هذا معناها أمارته دقيقة قد قد ولا سوحيري أمارت ولا قال بحي يعني هذا الفاظ استخدمت المهم واستفرق ما فيها من المعاني. وهل للقدماء إذا أنعم النظر من حضر غير المعاني المطروقة الموارد المعقولة الشوارد المأثورة إلى جسو قريي عنهم أي حقود معاني ذا سؤال جسو قريي هذه المعاني المأثورة عنهم روية عنهم وأوثر عن هؤلاء. لماذا هذه المعاني روي عنهم؟ ولتقادم الموالد دلشدوا ده الرئيسي هذا قدر من الله أنهم ولدوا قبلنا وليسوا أنهم أفضل منا حق دلشدهم بأنه الرئيسي من كي يمادين نقام فضل بذنب ربعين ولاد مارت ولتقادم لتقادم بمعنى لتقدم الموالد دلشدوا ده الرئيسي لا لتقدم الصادر متك فليه مركي سماها على الوارد متك أرورا يأكل ري يعني ما حوي أنا قام إن القفل بدنيا ما لو قام فضل بدنا سيدا قفك عالك هريها دو أرورا صادر صادر محل إرادة إنك أنت أرورا كفلي أفسو أنا قاعد أسمع تغنى سما فلتان كلا قفل عالك يا لقرنها سما عباس وفا سما أفسو مالك dadka xoolaha ku xaday markii hore tagaan meesha darba la biyo laga cabay oo hormaran hada tu abo nafku am xoolu cabaan bay dib u laabanaya ku wax kale ma soo socdaan oo meeshii biyo socdaan ha hada sadr wadaaka warid huwa sadr naam midka socda midka soo cabay الذي ذهب وشرب الماء هذا يسمى صادر. واليوم نقول ماذا؟ الصادرات والواردات في علم الـ 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 نعم في علم التجارة الصادرات والواردات هي أخذت نفس الكلمة أخذوها نفس الكلمة فلت ها هذا عبت بعد فليسة هذه كلام وحوي كلام وأرور يا لي هذا نعم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا وردا نعم هي ترد نعم وردا إذا أرار أويا وصعطاب بينا عبت جهنم بيك عبيا عياذا بالله.
مركا الميمة الصادرات والواردات ما أنت استعمالنا صادرات والواردات حولها مركا بنانك ودو فينيس محل إرادة صادرات صادر الم بنانك ودو فينيس إكسبورت وإنتبورت بحويان مركا إكسبورت حلوية قانا صادر كان كلام محل إرادة وارد اللغة مركا إساس أرقان استعماليين وكسو قاتين اللغة مارتا ميقة هت حولها مارتي كوحدو أروركا كوحدو مارتي صوف لي لبدو دو مارتي نعم الميم لا لتقدم الصادر عن الوارد مركا لبدو أيهما أفضل الصادر أم الوارد الصادر هو الأفضل مركا حو ربعينو يرادو معنى هذا وين نقاط دل شهر ريان ما هاني نقام هور عبيد بو ربعينو يرادو يعني نقام علمي بناء ونقام علمي بطسن نكا هدي حولو نكا هورو هورتا كعبة وعوكا قتقيا علو بوكا قتقيا هم بوكا قتقيا وصخ بوكا قتقيا تسمها توحي في عناقات مركا هذا وحو ربا إنو نفيو أنهم صدروا قبلنا لم يصدروا قبلنا خورتنا ما يسن عابين مارت لكن وحي عشد لاشد أم بينو غهرية وحف ربان با مارتي أيا ولين نوها رب إليهن مارت لتقادم صادري على الوارد وإني أنا طبعا أنت لا أعرف وحنا قرنا يا الآن هذا هذا نتبع كهاليسين النور بن قرنا يا بقولي وشيو هذا وإني أنا ولا أعرف وحنا قرنا الآن الآن حولي هاي لأنه ما زال على قيد الحياة مو ولي وشيو وحنا قرنا يا من إذا أنشأ هدي أو بلابه أنشأ الرسالة أو أنشأ كلام وش حرنا يا قرنا يا المارت إذا أنشأ الرسالة يعني يوشيها يزينها ويجملها غاية التجميل وش الجدار ووش الكلام والواشي من هو الواشي نيك دك سود رسمه الذي النمام يسمى الواشي لماذا لأنه يزين الكلام الباطل بين بكاشي جي بركاز وذلك أو قرحنا يقف كل سوق قدره هذا يسمى الواشي واشي الواشي هو النمام لأنه يوشي القول ويزينه ويجمله نعم حتى يغري صدر الآخر إذا قف كل قدره ودونية مركز وهذا الكمارت قرحنا يا مركز هذا واشي مركز وحويا وشى بمعنى المهم وشى بمعنى زينه وشى الثوب بمعنى جمله وزينه ووشى شيء بمعنى جمله وأنا وإني أنا وربهانتي لا أعرف الآن من إذا أنشأ أخذنا يعني هم أنكروا أنه يوجد إنسان يستطيع ينشئ الرسالة محيلا ذين على أنه لم يبقى من يرجح الإنشاء أي هراء إلى سما أين كرين إنه ما أنشاء سما كري ورقول كسول وإني لا أعرف الآن من إذا أنشأ وشى أنشأ بمعنى أنشأ واسكم يدويا أنشأ الرسالة وأنشأ الرسالة وشى بمعنى زين وجمل عدو حان قرنا يا هذه رسالة بالله وضع قرحينيس وعجيب الله إيمانيس وإذا عبر كلاما وعبر شيئا هذا الشيء عبره أو كهله أو وحشيقه حبر بمعنى حسنة قرحنا يانا قرنا يا ورمات الحبر سمعنا عالمك الأحبار عالم نمذي سام وغنيس درك يمان تلقو سمعين جرى محال ورانت الحبر در أدو قرحونا حرر له أيا اللي يرادا مقرنا بكوش علاين اللي بيست عليه صلاح ديسك سوك سوار رتاي يوم الجمعة اللي بيزن جرى حبر بمعنى كذلك جملة وزين وقرحين كريا يا قرنا يا من إذا عبر عن كلام وقال كلمة وعبر عنها وعبر عن أفكار هذو فكرتك عبر أو فكرة شيخ حبر وإذا أسهب أذهب أسهب هدي أمارتي هذا الك أو مارتي بديو هدي أو هذا الكسيد دايو محال هذا هذا الكيب والشبي أسهب في الكلام بمعنى طول فيه هو 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 ضد الإيجاز أوجز وأسهب فأسهب وحويا وأين هذا بنش يكتدو يا بركة إذا أسهب بمعنى إذا كثر الكلام وقال كلام كثيرا فإنه يذهب يعني وإذا أسهب أذهب أي جاء بالذهب ذهب طور يا بكرية مارت أذهب حويا وذهبين يا هذا الكيش ذهب ولا إيمان يا إري درر هذا شنو حن أقنا هاي بركة قفكو هذا الكب ديوبا معنى هذا القواسيل له ما إذا كثر الإنسان الكلام يعني يقل الفوائد أحيانا ويكثر السقط
لكن هذا بما أنه متمكن إذا كثر الكلام يزداد ذهبا، يأتي بالذهب، كلام مثل الذهب. إذا أسهب هدي هذا الكبضية أذهب من الذهب، لكن وذهبين إياه ذهب ولا إيمان إياه. وحكى لنا عكرته، وإذا أسهب هذا الكبضينة أذهب العقول، عقلية ضم أنت وريرين إياه، يأتي بما يحير بما يعني يحير العقل، عقلي جوح وريرية ولا إيمان إياه. لبعض ما كواد عكرة فاسكم إيش؟ وإذا أسهب أذهب، وإذا أوجز وعكس جدي هذا الكصوت جابينة أعجز وعجز جدي. وإن قصر الكلام يأتي بما تعجز عليه البشرية، أو يأتي إليه إنسان مثله هذا الكصوت جابينة وحلق عجزا لأود كريم بوكينية. هذا الرجل حي ما زال على قيد الحياة، نكاس ولي والنولي هاي بكلية ساسة ميكرية. وإذا أوجز أوجز الكلام هذا كده صوت جابينة أعجز. وإن بدها حمزة السباد وآخر سوى بده محقوق راضيها. وإن بدها صح صمع آي نعم بدها نعم فعل ماضي. وإن بدها شدها، وإن بدها يعني بمعنى إن ارتجل هذو الصرا كتوك كتشو كتورو هذو ما قرنيسا أو صراها كتورونا شدها ووريرينيا بدها وحلاكنا من البداهة. صار مننا أنه شيء بديه والبداهيات العقلية وحن لنا هذا أبدها بمعنى أنه لم يحضر المسألة موصن صوت ديارين صوت عما قفنا مسألة ديارية قفنا صوت ديارين بوسكه الله صار هذا حويا يتكلم ببداهته صوت ديارين أيه وحويا عادي وهلايا مركه هذا وسكه اللهنا عقلي قوي وريني يا مسكح ذي وريني يا كلية كبر هذا صوت ديارية مرك كنت لقلا ارتجال بو كسمه سركتور اسكو مارت ان صدي ارم بو اسكا ان شاء يا بلابه يا مارت كاسو وحولا ما وح لا وريره. وان بدها تكلم من بداهه وعدم التحضير وعدم التفكير ويا وعوك الله يا اسكو مارت ارتجل يرتجل الكلام هذا الكو بلاب اسكا بلابنيا شدها بمعنى حير ان واذا وان بد وان بدها شدها. ومتى اخترع هدي أو مارت باللوضنة يخترع معاني جديدة ويأتي بأسلوب جديد اخترع الاختراع وشيء قال باللابي عصب على هذا اخترع في كذا اخترع هذا الشيء يعني شيء قام باللابي خرع بمعنى خرق وكلوية خرع يا خرق اللغة العربية أسكو بمعنى شق ودلعين يا خرع وحوجي ذا وتيحية يعني وحو لا إيمان يا معاني تخرق العادة عادة الدلاعين يسوه بما لم يأتي به الأوائل تذكر وحي سن لا إيمان أيو لا إيمان يا مقرانسة خرع خرع المعاني بمعنى شق المعاني. طيب يأتي بيخترع معاني جديدة ويأتي بأشياء جديدة خرع خرع وخرق خرع. من هذا الرجل ما زال على قيد الحياة مركز رجل وحيوية لما أنت تظن أنه عنه كلا سماك رسول ماهي هذا هي محبا مهرين لكن رسول حكولية نكاس هدو وشوقابه وكولية مارت هذين كنا دطورة أنتم تبكون على الأوائل وهذا موجود حاليا ألا وإن اللي أعرفه الآن مركز سؤال شو حيته من هو يويها نكاس وسؤال ماشي ما نيسا فقال له ناظورة الديوان مديرك الديوان قالها لفدينك مديرك كاها ناظورة رئيس الديوان أيا وحو يري أيا وحو يري قال له قال وحو كيري له كهل كاها أيا وحا كيري ناظورة الديوان ديوان الديوان هو مجلس مجلس كي لفدي قوله لفدي نك ناظرك كاها ناظر هذا وحويا ناظر المدرسة أنا واستعمال جرى وقت رسمها كان ناظر كاسكولك مدير وكالة استعمالية عالم إسلامي وقته هو ناظر بالا استعمالية أي الله نكمل مسؤول كأمش ناظر حتى وحال إلى هذا الشرطة البوليس الرجل المسؤول عن البوليس كانوا يسمونها ناظور وناظر مسؤول كأ إلى وقت القد ما قرنا أصل كذا وحال غكي أنا الحارس
حارس الزرع وحارس العنب نك عنبك هي كم مسؤولك كأه أو إلالية أي الناظر إلى هذا والناظر أخذ من النظر لأنه ينظر إيش هو كهين يا سمع رجع أسأل كيس ما شو كي متاسوها حارس البستان نك بيرته وردية أي الناظر لأورنج اللغة العربية أسأل كيس حيا لا وحويا يستخدم حاسة النظر إيش أي استعمال يا وحكو وردين يا كبعدنا نكي مسؤول كمال ما نغط قلاء من مساجد من ملكة أيا ناظر لو بحي أيا لي هذا ما قرنا يسا ولو جعله ناظر فقه كو أركي ساتو نكا مسؤول قد يقو أو كلا ما قرنا يسا وقف كو كلا لو ديب أباب كو وقف أيا لا استعمال مارت هذا ننو عينو إرادة نكا مسؤول باكتا يا مركا دو حوجة جيدا نكي مسؤول كاها قوليه لفيدي ننوين با نبا معمولة يي نكي مركا أقو علمي بناي أقو دائدة بناي با مسؤول كاها فقال له ناظورة الديوان ديوان ومجلس كي مجلس مناظرة صومرنا ديوان بالي لده إرقى اللغة العربية ديوان واللغة العربية وحلقة صوقة هذه الكلمة كانت فارسية أصلها اللغة العربية فارسية وليه استعمالها ديواني بيرادين قفوا على اللغة العربية فارسية ديواني بكلية ديوانة هذا ما يعني إرقى عادي استعمالها بشتو حتى واستعمال لغة بشتان واقعنا مركا واستعمالها كفارسية كسوقاتين ديواني بكلية مجنون مركا كلها هيان بركا ديوان وحكلاك يعني أصلك نك كسراء هاي بقى استعمال الإرجان جروب وحوقو تلاقى لنا حساب أسو قطبيان أو مارتي بيرة أو لها يبيرة ما قلنا سوات العراق لوكاس إن حسابيو كسد حبيري بقى قبطي وين أسوي حساب دين بركاس وحوار كي أيقو قريو قلمانت قا كسينا يو دلالية بركاس وكوري ديواني وأولين يهم بكوان سي الشيطاك وشغينا يعني إرجي بقى مركا ديوان لو بحيي وراقي أي وحكو قريين أي قرة جدًا. كبعدنا الديوان وح الله استعمالي بو كست يا كتاب كست والقو قرة شعرك. نكي ديوان كي هبل بلنا. ديوان أبي علاء المعري ديوان المتنبي ديوان. مركا عمر بن الخطاب وح استعمال لفظة ديوان اللي بقول عراق قلي أصله استعمالي عيدك. كتابك الو قرية. الدفتر الذي كان يقيد فيه أسماء الجيوش. سأقول عيد سميس. مركا الديوان لو بحي. مركا لكن ارغم ماشو كيميد واساسو يعني ديوانك وكيميد اسر كيس مركا غولا لا فديي سوماها غولا هاسي نيكا مدخدا كا مركا ديوان واخا لو بخي ماشي علمي لو نقاشاي او كتبته لو اخرناي او بحثي لو سمينايو هذا الديوان اي وبخي لكن ارغ هلكاس مارتو كيميد ان وحو ليهي نعم فقال له ناظوره الديوان نكي ديوان كمارتي مدحضة كأها يا وحو يري وعين أولئك الأعيان وعين أولئك الأعيان رقا حلقة نكي أوحو الصنايع عين الشيء إمام حي وأحسنه وأفضله وأعلاه عين تاذو أغلى من جسدك كلها صمع إيش هذا وحكا استويك غالس انت قرب كاغا إيش هذا يا غالس إيش سمع؟ هذا نهضو حكوا صوت وراه. ماشى أقوله هذا قاعد صار وحقه. إنها ملك الدفاع ما يستمر كتير كذا هذا. ماشى راح يكون عبد. لكن هذا قف صوت عقده وراه. ماشى أقوله يسوي لاشرا. حاول ماشى أقوله قال سن كتير كيسوي يعني. أهم منها. ملك عد والبعد أقوله قال سن بالير عين لير مارت. دوان إلى نقف وعنده يجيب لير هذا. سمع له ملك ترون إنه شيء قصوى قال أن لنا. قف كان وعنده يجيب لنا. مركا هلكاس وحكا كينن وحيلاد عين الاعيان رقم ملحظه اهو ولا اندها اهو حلكا نينكي اوو قالي سناي او مارتي اوو عالم سناي هذا هو الناظور ناظور كي ويان او مال مجد ناظور ديسي ايا وحو ييري ودقي بكليهي من قارع هذه الصفا من واكما قارع هذه الصفا دغ حاسسبكا نينكا غراعيا واكما سو موسى إنن بهذا تيجا سما نوع عن كت الماما مركز سويري الماما هالشيء كتاي وحين لما ديهن نجح سبعة نن دون يا إنه تشبيه ما قرنا يسا وح عجيب أولي ما هذا لكن وانن ما نكاسي أبوه ذكر نجح حاسي إنه مارتي إنه قرع قارع قرع بمعنى ضربة الصفانة محل إرادة نجح أو مارتي قرب قاتها أو سبتة أيال إرادة مارت كما ثالث صفوان عليه تراب
فأصابه وابل صفا إن الصفا والمروة صفا بورت محلوق بحيي كان هو نجح ومارتي قرم قاتها وقلف سنوية ذا بورت مقرني صفا صفا لي لا نجح إذا راح لك بيا مركم حوجة شيء إذا قارع هذه الصفا وحوجة شيء ذا يعني نن كورا ننكي نجح بورة يراد بيان أيان كقضا ياه علبان كديجا ياه معاني بان كجارية ما مار فايدة جارية وحويان وقضا يا أما قراعية نجح أيو عدب كهيا مركن نن مال وين مرا يويا نك دلاعين كره وهذا أشيء سوانين مكولية مارت وين كاس وكما المهم وتشبيه ويا من قارع هذه الصفا نجح سبت نك قراعي كره قراعي وكما وقريع هذه الصفا سفوين كانوا عنا يتلمامها نك إسكاله وسيد كذا أواكما قريع بمعنى سيد قريع هذه الصفا قريع محلي رادا أصله الشجاع الذي يقارع ويضارب قرع صيفه بالعدو وقرع تانك مركب ونيك الجيس هل يجي قال هذا الذي يقارع الأعداء في الحرب ضيارك وواجرة ماشي أنا لك وجه هذا سيد كجيس جاه واقومة وحى كلوا إذا قارع واستعماله وجيس إنما لفت ككين الفحل المختار للضرب الفحل المختار للضرب أو كلوا جو طلق علي عش عبد الله ضربكم حنا رنجله أو كلوا قفتو جيله وتقانين جيله وحويا مركل ربو إنه جيل وجيل في عنده له أو قارع هالو سوق قبته أيام قرنا سياسي أو مارتي الماء سودر جيل في عن سودر الميم هذا ضرب ضرب الإبل ضرب الفحل ضرب الفحل بقرن لها أو كاسي أي أي لو حلو يقنا قارع أي لو لفت كان أي لو استعمال قريع قريع أو كاس بالي هذا طيب هذا أن مركل التلال لب 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 عرمنا يو أمام جرانس اللبدين يحولها فردها يويلي فرس في عنب الله صو قاتم جرانس أسيو أسر كورش كاسة وحالة إذا لقى عربي قريع بالي هذا أما معنا سيد الكريم الشجاع الذي يقارع الأعداء ويقارع الرجال يقول كذا وقريع ومن وكما قريع هذه الصفات المامهاسي أنصوص شجني وصفات صعبة وأرجع نينك مارتي جيس جهل ييجس وكما جهل ييجس وكويه قارع هذه الصفة فقال وحويري إنه قرن مجالك إنه أصدق ربهانتي قرن مجالك مجالك علمك كان وحويان كقولا مد أويان نكا كلا فردية أويان سيقى ويان بقليا قرن مجالك قرن هو الرجل الذي يشبهك من حيث العلم والمعرفة وشجاعة نكا كقولا مد علينا هذا قرنك حديث كي مركز قال لي بدر مبارزتي فخرج قرن لقرن نبنيك أولك مو صباح مركزا وحالنا فقتل قرنه وحويا وحود لي يا صاحب كيسي جيسي كيسي هل يأيك لها مركز قرنك وحالي رادا قفك كما صلاية أو كودك ما أو سلفالك إسلا أودتين أما حاجة جيسي نمالا أما حاجة علمك أما حاجة معرفة أيا لي رادا مقرنا يسا مركز مجال كنا ومجال العلم هنا مجال كأصل كيس مجال مجال الفرس وجولان الفرس فرسكم ما شاء الله يقول ليليه وكوري اقتلى هذا لكن هذا بعوض هذا مجال العلم علمي جا ما شاء يسبوس كيسة نك كوريك مكر أذى وأصله ما أنت ما شاء فليه وياه بكل إمارة أنا قبارت كل علمي جا أكله وياه ووس ما ووس أمانة مقررس ووس أمانة صما وأقول إنه قرن مجالك بوس كا جا أما علمي جا أو كلا نك أودك ما ويان أو كلا ملأ أو كودك ما المهم لقوه مصليه كوفيلك أه وقرين وتدالك مورن كأنا صاحب كيس ويان تدالك الجدل ولا يقان ويان أما قرين القرين هو صاحب وكل قرين بالقرين يقتدي سير هذا المقرن يسا قرينك على هذا لأنه مقارن به دائما وعلى النول يهي كأنه قرن به لقحره وكليه وإياه وقال قرينه ربنا ما أتغيته قرين لأنه يعيش معه دائما
marka waa ninkan kula fadhiyo saaxiibkaagaaba ku yidhi maratay kuna kula cilmigana kula ah oo maaragtay ku dhigmi karaya weyaan waqariinu jidaalik wain shita horta aniga wayaa ninkii wain shita haddaad doontid oo inaad hubsatid soo ma rabtid wain shita haddaad doontid dalika midkaagaas farud layli najiiban nin caqli badan wadcu u yeer mujiiban mid ku cajiibaya litaraa cajiiban saad wax la yaabla u aragtid ma rabtaa inaad hubsatid bal horta waxa weya imtixaan buu kuleeyahay la imtixinni xataa taraa cajab alcujaab marka waxaa rabtaa baar buu kuleeyahay ma garanaysaa waidaa shi'ta daak midkaagaas haddaad doonaysid ninka noocaana inaad arta aad doonaysid farud rawada alxisaan waa layliyey radda waa layliyey ayaa la yidhaahdaa maa garanaysaa waxaa marka la laylinayo oo kale farud 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 najiiban annajiib huwa aladii lahu najaaba alfaxlu alkariim nin wanaagsan maskax furan oo caqli badan ninka dadka najiib baan ku magacaabnaa waxa weeyaan min anjabi innaas min akrami innaas wamin afsaxi innaas hada najiib baa la yidhahdaa waxa weeyaan waidaa shi'ta daaka farud najiiban wadcu mujiiba mid ku ajiibaya u yeer naftiisa u jeedaa udcu u yeer mujiiba mid ku ajiibaya litaraa saad u aragtid cajiiban wax la yaab leh faqaala lahu man aladii qaal annaadur faacilku annaadur kusoo maaha lahu liabi zayd dabcan lilkahl ninkii abu zayda wuxuu ku yidhi yaa haada midkaanow ina albugaasa biardina laa yastansiru wa mathal carabi ah albugaas ina albugaasa biardina laa yastansir yacni xuunshu dhulka naga galar iskama dhigto kulema garanaysaa had xuunshadu dee dhulka naga maaragtay galayr ma noqota buu yihi maaratay yacni waxa weeyaan nin aan waxba ahayn annaga maaragtay nama bubsan kara ayuu kuleeyahay waxba ma garanaysa isagaa ma kaana daranayso xuunsho waa soomaaliga ma garanay inaad taqaaniin qaarkiin xayawaan maaratay iska miskiin yar weeyaan galeerkuna de waa ugaarsadaa buqaafku waxa weeyaan wax weyn laguma ugaarsado dhamaa daciif weeyaan laakiin nasriga waxa weeyaan waa cajiib weya waa xayawaan aada loogu ugaarsado marka meeshii laga waayo galeer laga waayo xuunshaa galeer ka noqota iska liidato ma taag daran marka wuxuu kuleeyahay annaga dadku sakaana qardlami karaan nin jaahila waxa laysoo dhexe laysoo hosgelin karaya ee isku qaldi mayno qofka caalimka ah oo mutamakinka ah iyo qofka jaahilka ah iskaa kaa dardarsamayaan ogaa buu kuri ma garanaysaa hau qaadan lan dadka jooga aan maaratay culama ah oo nubaqa ah oo garan karayo miisaankoodu maaratay xoog leeyahay marka ku wuxuu leeyahay nio iska fiiri waxaad ku hadlayso iska jir ragga meesha jooga rag liita ma ahne waa generaalaa fadhiya rag waa weyn ma garanaysaa birta calaliyaa jooga meesha marka wuxuu kuleeyahay in albuqaas buqaafka xunshada waa la yidhaahdaa dafadana waa la yidhaahdaa biardina dhulka naga laa tastansiru yacni galeer ama gariir ama gorgor waxaa tirahdaba ma noqoto ma garanaysaa gorgor iskama dhigto ana waa kala garan karayna ma garanaysaa almuta ninka waxba oqonna masir karay macnaheedu waatamyiizu kala saaritaanka cindana xagtan agtana xaal u ahaaday bayna alfidati qalinka iyo walqadati iyo maaragtay jayga ama quruuraxa ama firdhinka mutayasirun waa sahlan yahay haddee ka waran ninka uusan kala aqoon qalin qalin waxaan ujeedaa nooca fidada silferka soomaaliga qalin ay dhahaan silferkay qalin dhahaan silferka iyo dhagax isaga kaana darsami maayaan bu kuleyay maarta waan kala naqaan nuqaad baana waan kala garan karaynaa waxa dahab u eg haddaad ii keento tira waa dahab yacni ninka jaahilo waxba kala garan karin baa la sirin karaya laakiin annaga waxa weeyaan halku ma garan karin nama kala nama siri kartid buu leeyay ma garanaysaa marka wuxuu ka keenay alfida waa macruuf waa qalinka ama waa silferka alqadatuna waa maxay alqada waxaa la yidhahdaa waxaan yidhahnaa jayga dadka qaar baa soomaali jay u yaqaana ama waxaa tiraa quruurux dheh ama farganka yarkaa la fargamo maaratay dheh adwa dhagxaanta yarkaa la yidhahdaa alqada sigaaru laxjaar dhagxaanta yar alfidatu macruufa wa ama alqada qadatu bilfatxi daadku waa ku dhigeen soo maaha nacam bayna alfidat walqada waa sigaaru laxjaar weeyaan soo ma nidhahno jaa-uu biqadihim wa qadiidihim yacni waxa weeyaan
لما أنتوا واي مادين بالوجدة جاءوا بقضهم وقضيدهم أما وحنا إيرانا جاء بالقض والقضيد وحليمت وحير وحوي أنت بواش يا أيا قف أيا ليرادا الصغير والكبير بالليرادا قضيدك المهم مركب حولي هذا حانته يوم وأكرا صار كرينا شيء أنا جالس يدا قلمان قلنك في ضد سواء كان قرصان مايا ده حانك لي سواء كان درسان مايا والتمييز والتمييز كالسعتان عندنا أكتر هذا بين الفضة في ضد أي والقضة ده حانت يركا متيسر متفضض ويا وسواء كان درسان مايا وحد أقول تاني هو قل وحير من استهدف قفكي سود لجاي للنضال فلار سود لجاي وفخلص كبد بادي من الداء العضال عذر دلائة ويرتهي بكل إمارة اسكتر ننك إمارة إيرا هذا أنيقا شيشك فلارا يقصر هذا حريف أنا وكن قم بكراه إمارك أيسان فلارا كل ديقين ويريا هاي بكل إمارة طيب كورا هذا كورا وحلاهي وحاوي حريف أنا هاي سفي عم بقوق قوين كراه حبدا يقول سفي عم بقوق قوين كراه مركا كم حاد عكرايا طف حبدا ونبنا كتر هذا مركا حوليه سهام تان صوت طورا إنه يحجوين كنقا يقتلان سردينه من كف كان كرا وايريا هي سودين بقول يا مال والا وحاويا وحاويا قتلها نق طماك ودعيا قتلها جد وقتلها علمي يا معرفته يا مقرنسا مرك وايرتها ان انت فلار سودغي اي سفلارت كو دغين اد بي ويرتها اسك جير بقول يا مقرنسا وقال وحا ير من استهدف اي جعل نفسه هدفا ماشي لقما يا لهدفك يولك مولك اي ما فلارت لو ريديو ايا وحا ير نك سودغي فلار أسود لجاي استهدف مارتي هدف النقضي للنضال النضال وصامرني فلارت للأسهام بالرادة فلارها توجشدة فلارك توجتانك لأن أسود لجاي أيه يرى فخلص فنجا كبد بادي من الداء عذر العضال عذر مارتي لقى مريستانك عذر على هذا مرض عضال المرض الذي لا يبرأ منه وليس له علاج داوى اللوواي عذر كداوى اللوواي أصابه مرض عضال ومركب نوكين دونا نكا وحا كل عاي عذر أن داوى لهين دقاتير بما ما بلي قال داوى ديس مركب هذا وحوك الله يا ماشان وحوك شيء ذا يعني وحوك شيء ذا مسأش علمي قاه مسأنا لجود بكرن ويار سكيل على نيو وقال له وحاير أو استثار بالثاء ما يدين قرا مساسين ثاء ما يكون عليها استثارة ما شاء الله بس قام مهم وياه استثارة أنا استثارة قري من الثور وحوى وكعتانك وقل وحير من استثارة قفك كعية نقع الامتحان امتحانك بور كيسة هراس كيسة كعية أو فلم يقذ عن مارتي إن دهيسة إن الطور أو سكود عن لو أسيبين بالامتحان اللي دشمرت فلم يقذ أن لغو أصيبين إن دهيسا فيش أوسن قرينين إن دكتور أوسن كل عينين بالامتحان بسبب الامتحان امتحان كدراديس بالامتحان يبقى نولها بسبب الامتحان اللي ديتان كدراديس تانا وحوكا ولا وحولي إياي وحاير إنو قفكو كعيو استثارة إنو كعيو من إثارة أو استثارة إنو كعيو نقع ومحي ها النقع هو الغبار صح وبورك ويا فأثرنا به نقعا فأثرنا به غبارا بورك كعيني هباس كعيني مقرنين ذا مركا قفك هباس امتحان كي هباس كي سكعية يعني يرال هلا امتحان أسكاس كو كعية سوى ما مصيبة ذا سوى كياني وقال من استثار النقع الامتحان وحوكي ذا غبار الامتحان وامتحان كي بويا الغبار قفك عية بعد عكريسة أياير فلم يقذ العين في عينه قذا وما فيشك صما في عين انظر القذا الذي في عينك ايش هذا فيشك كويا لا ارك مرت وسخطه كغش ايش مرك وجهه انده بلايك جليسه وجهه خباس كاسا جليه ذاك جليه او كعيي مرت مرك قفك هباس كعيه اسقون باي دلعان كو دعي سابك ودا ولاد او لاهانه سنيه dadka duleysanaya hadii la yiraado hebel waa laga raayay ama waxa uu garan waayay waxa weeyaan waxa uu galaya ceeb xun baa adduunka u mareysa oo ishi indhihii sadan iyo sharafti sadan ku dhacaysa falam yuqad bil imtihan saas u jeeda imtihan iyo
ليدتان سيصير رجل هين نين ليتبو نقنية يضحك عليه والقصل إياه تزعم يهان ويذل والدليس نيا أسكنا أسك أنا دلي جمارت لأن امتحان بو يري مارت هذا امتحان بو فلا تعرض عرضك نيو كلت لنا إياه فلا تعرضها وبن وبنديجن عرضك شرفت هذا للمفاضح يعني فضيحة يعب أنا يعب هي سوتشي ذني نيو رجع ماشى فدي حويان سامد ضحوجي هنا شرفت هذا إلى شو يعني وعاي بري نكي جهل كه يقارن فلا تعرض عرضك ولا يقان عرضك بمعنى شرفك مفاضحنا هي 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 هي, هي, هي يعني فضيح الفضيحة التي تفضح الناس تذكر فضيحين يسوا بنان كين يسوا شرفتي سمارت مروق دعيسا للمفاضح الذي يفضح ويعيب الناس محيا العلماء وحفضيحين كراتي وقام يشوف لي رقي قانو مارتا بدعي كرية ولا تعرض هكتشي سنين عن نصاحة الناصح متك النصيحين يا نصيحة سنة هكتشي سنين وكلت لنا يا تلدي لهديد بكل مارتا ولا تعرض هكتشي سنين عن نصاحة الناصح وفوضة ويا تلاسة لسي سوما سفي عمبو ناظورك سفي عمبو ولا تلي وكورنيا وحويان رقم ماشي فدية وعلومة ورقم مارتا تجي علمي قال الله يا مسألة وين وحويا رقم هديكو امتحامان مصيبك ودعيسة فريهم نصب مع كرنيسة هذا بحس فدحين محاش يجيسو وحكى جرا ملها اسكاي عليه بركة أبو سيد وأسود داي فقال وحويري كل امرئ أعرف بوسم قدحه قدحه بكسر القاف بصمة قدحه وما ما أيضنا كل امرئ قف كسته أعرف أصاب قوم بدن بوسم قدحه ليب كيس أما فلارتيس على مدى إذا سجى يقان نقول بقى سجى إسوه ويا أساس يقان وحوله قالت بل الإنسان على نفسه بصير كلوية نقول بقى سجى يقان لكن قدحه وحلا استعمال تري وككاني قمارك قمارك ما كله قمار أيوه عربتها ما يسرك وحلو قمار تري أقداح أقداح ذن وحويه وفلارها أما سهامته ب وحلق قليو إيش قرقة حلق قليو فلاره مركز عزيز عسى أنت لو قرش شو بميل على الروحية وحوق حوق بناي يك محل الذيك مركز متك بترك العيارة ما دخله يك متك حوق بدل محل كاسو ما جوكرك جوكرك متك أقول حوق بدل كاسو كلام حل ليش المعلة المعلة والرسالة سدرت إذا عربت واحد إلى الآن يعني هذا أخذ قدح المعلة صدمها كي شوكر كأوين أبو قات كأو حوق قبل أبو خلاك بركة نول بق سهم يجيس وعلامة سنة مرك علامة بقوليها سي أو صن وقدر من مرك أو هلا ضط كلا أو صن بكي بركة لأنه ما لو شو بقى نفا مثلا للجورعة هلب كيس ال يا لوقا مارك ترى عربت وكله نفا الجورعة نفا جيلة سيه البه لو لوقا هلا وحلو شو بقى سهم تاس أما أقداح داس ولا لو شو بقى الروحة مركزا مركز الروحة قعدت قشنة مركز بيتك كوسوب بحوا تقارنا قد حاجي أنتوا لقيا هدوت على ما يصير كأي واحد تقارنا نفكر مركز هذا هافد هلي أما مجرس سيد حلوان يقول نقبل هلي سهل بقيسة وهلو ما ترى أوحي هاي ترى ما يصير كأي استعماله سهام تاسا مركز لويا قانا مركز وكل أي واحد مركز كم مع ماهن قف والبابا ويا قانا سهم بقيسة أما فلارتيسة على مدى دويا قانا بدو هلي لقمة لمصر كري بركانا اسقانا ام بالغه ودا كل امرئ قف كاست عرفه كو قوم بدن يها بوسم قدحه فلارتي سهم كيسا على مد يد واي قانا وسيتفر الليل عن صبحه وسيتفر وفيد من دونا الليل هبنك عن صبح صبح وكفيد من دونا هبنك السور لتشوغو وابا كدنبيه مارت صصمها وسينجلي الليل هبنك وفيد من دونا صبح با كدنبيه مركا هذا وحوي مساش وساك كين شرتين مجدي بع جذع بع كنوشينه ليل أو كلاه مركا امتحانتين أي واجد يبري دوران فكلي وحيلا عجيب أكين دوران مكاس واجد يبري دوران فكلي مكاس ولي هاي وسيتفر وسيتفر تفر فر وفر فرك فر وحلي هذا شيء مركي مارت قب كلا قاضو فر السنبل وفرك السنبل بركه صبورك
aad maaragtay qofka ka qaadid oo kale ayaa la yidhaahdaa shay qofka ka qaadid feryan asalka luqada carabiga ilaahay muxuu yihi walaqad ji'ta maxay ahayd laqad ji'ta shay-an fariyan fariyan erga laftiisa meesha laga keenta waa farigi waa isaga weyaan shay-an fariyan kadiban waadixan waa been cad oo faydaysa takshif calaa annaka kaadib inaad been ma garanaysaa ji'ta shay-an fariyan ولذلك سمي العالم النحوي فراء لأنه يكشف المسائل النحوية كان يفرها فرا يعني يفركها مسائش عدين شي رئيساس بحيوك باللعبين فراء ننك اللي يرادو ننك مارتاي مقارضة حولها كسيبنا ولا يرادا فراء شغل دي سوئي تاينو عاسو كده مركال ميم بحنيد وحويا يتفر الليل هبينك وكفيد مدونا عن صبحي صبحيس هذا مركا واد اركدو انت مكوري فتناجت الجماعه علماء دي وافق مركا وكاد يا مركا وحي كو امتحان لا هي با لو فريست مركا غرانسا ان لا امتحان بال دوني سوما فتناجت ويفقضي ان الجماعه جماعتي وحويا وا تلا اسغو لابتين فيما يصبر وحا لو قياسا بها اسغا قليبه الكيسا غرفكا وحا لو قياسا ويعمد او مارتي فيما يعمد ويان فيه تقليبه يو وحلو لقست يو لو باري دونه تقليبه قدونكيس وحلو امتحان قدونكيس ما حنا وتنا فيما يصبر صبر غوره هذا دقاتير تو استعمالنا صبر ممكن دبر نبر كو دحو نبر كاسي انتو كو غلي وين لقياسه هذا صبر غور باليدادا نبركا انتو هوس او غلي قفكا صبر باليدادا اصطلاحاتك طبيقا اساسو كلي وحنا استعمالنا علمي علم اصول فقه الصبر والغور مثلا استعمالنا الصبر اذا مارت علده باب العله ما كان شوقنا علده وان لقياسا انت راد كليدا شيغا شيغا اد قياسيد وي انت هوس او جرتو صبرك مركا وحا لو يقانا شيغا ربتو انات مارت ديركيس اوغاتو intaas oo soo jira hada waxa dharkiisa la ogaanaya waa quleyb ama qaliib labada sano qoran quleyb hada tirado waa tasiir qaliib qaliibna maxaa la yiraahdaa eelka eelka waliba aan biyaha laga cabin soomaaliga gorof eel gorof aa la yiraahdaa eelka biyaha lahayn waqafa annabiyu salallahu calayhi wasalama calaa qaliibi badr soosaa ma eelka gaalada lagu riday qaliib waa quleyb tasiirihi weyaan tasiirihi quleyb la yiraahdo marka ceelku intuu jiro xarig baa loo diraya waxaa la ogaanayaa dharkiisa intuu la eg yahay ninkaana masaa'il baa loo dhiibayaa si loo ogaado intuu qodan yahay cilmigiisu soo saama marka waxaa la rabaa in ninkan imise centimeter buu la eg yahay cilmigiisu imise mitir buu jiraa cilmigiisu la eg yahay in la tijaabiyaa la rabaa masaa'ishii lagu tijaabin lahay baa marka ayaa hadda laga niqaashaya maarta intuu qodan yahay raa culamaa weyaan maarta فتناجت الجماعة جماعة وحي مارتي كفقين فيما يصبر وحا لو قياس بها اسغا قليبه علكيسا ما غرف علكيس تو لغي هي او ويعمد لو قست بها اسغا لو قست تقليبه جديديس مركا رب ان لغديو لا قياسه وان ما تا شيء ديركيس انتو لغي هي كلو لو امتحانا فيما يمتحن به وجيدا فقال احد رقي علماء ماشي فدين كميدا وحو يري ذروه في حصتي وانا ايد داير مكان صح ما انا حصتي هي داية انا مارت حق ولا ان امتحانه مصيبه وين بان اوغاي ذروه كت ايد داية نكاني في حصتي يعني وحا ويان حصتي ايد داية مارتي حصتي وعندي كره مركي ايد داية انا قبل ايد داير ها قسم كي كان قسم له حصته له انا ايد داية مارت لأرميه إن أنا كنت ترى درادي ذا بحجر قصتي وركي قال ياب كان نجح يسأل كريدي بل إيد داية ما أستنيه أنا يا خبر وحنا هي عجيبة نين كان امتحان إياه قصة الله ياب له دعدي أنا كنت ترى قصص مسلات عن ويدية بل داية مركب مسلات وحكر نجح نجح وقصة كريدي مارت لأرميه صان وقت ترى بحجر قصتي قصدي وركي قال ياب كان نجح يسأل كريدي فإنها قصدي ذو عضلة العقد
guntimahoodu mid adag yihiin weeyaan mas'alatu la tuhallu uqadaha mas'alan la furi kari weeyaan hal xiraale iyo ma garanaysa su'aal kaannaha uqidat xibaaluha walaa yastati ahad yafukaha lama furi karayo lagama jawaabi karo yani mas'ala laysa laha jawaab cudla maxaa la yihahdaa cudaal oo sacba weeyaan meesha sacbatu lcuqadi erega la yihahdona cudaalka daa-un cudaal cudurku anaga soo marnay cudur aan laga raysan cudubu sacbi weyaan waxaa la yihahdaa masalada kastaan la garan karaynin fahamkeeda ayaa la yihahdaa masaladan waa masalo ma garanaysaa maaragtay cudaal ah kullu masalati laa yuhdaa xaluha wajawaabuha waxaa la yihahdaa cadalat lmar'atu tacdiilan idaa nashaba waladuha islaantu inta ilmuhu ku weynaadaan haddii ay dhali weyso umuli weyso ayaa cadliga lagu magacaabaa isma dhali karayso ma garanaysaa lano xal lama hayo ilmaha caloosheeda ku weynaadeen berigi horena ada camaliya qaysariya maysan jirin operation lagu samayn karo sax ma marka waxa weyaan waqtigaas walaa tacduluuhunna an yankixna aswaajan waa sidoo kale weya walaa tacduluuhunna bimacnaa laa tusacibu calayhin ha ku adkaynina baa garanaysaa weligoodi gabaragta cadli ha ku samaynina masale ha adkaynina marka wuxuu leeyahay masaladeedu xarkaheeda lama furi karaba masale sacab in la furo cuqad cuqaduna waxa weeyaan waa guntimaha cuqidat masale waa masale adag weyaan bu kuleeya uu ka waraa oo aan maaratay maaratay laga jawaabi karin wamaxiku almuntaqad muntaqad wa muntaqid wamaxiku waxa weya waa dhagaxa lagu kala sooco almuntaqada maaratay dahabka la kala soocayo maxak mixak oo bikasrin miim la yihaha mixak waxa weya mixaku waa dhagax la isticmaalo raggii hore isticmaali jireen dahabku masaxa mase waa maqshuush waa qalad marka la rabno dhagaxaas ayaa lagu kala soocaa oo la mariyo maarata dhagax la mariyo weeyaan mixak baa la yihahdaa saa hadda maanta waxa u isticmaalnaa shayga mixaku masala kada weeyaan maanta masala waxaa lagu kala sooci karayo mixak dhagaxaasa la yihahda alxajar aladi yumayiz adhahab bayna saxiixihi wa radiihi la yihahdaa mixaka la yihahdaa marka waa dhagaxa kala soocitaanka masalan almuntaqid waa ninka dhagaxa waa dahabka la sooca oo naaqidka ah yanqudu dahab wayumayiz wuu kala soocaa haddii aan idhahno muntaqadna waa dahabka laftigiis isaga la kala soocayay ama ism faacil ka dhiga ama ism mafcuul ka dhige waxa weeyaan waa dhagax wax lagu kala sooco dahabka ku lagu kala sooco weyaan masalan waxuu ka wadaa masala lagu kala garan doono ninkan macalinba macaalin ma aha ninka aftaan maya mase aftaan maaha waxa weyaan weeyaan fa qalladuuhu qoorta ayay u geliyeen qalladuu maaratay ninkii hu kahliga abu zayd ahaa ninkan baa luqunta loo saaray loo geliyey fa qalladuuhu way u dhiibeen marka fii hada alamri arrinkan u dhiibeen azacaamata geysa hogaankay u dhiibeen zacaamada adaa madax ka ah lagu yiri taqliid alkhawaarij khawaarijsay madaxnimada ugu dhiibeen abaanacaama nimankii khawaarij la oran jiray abaanacaama siday madaxda uga dhigeen oo kale masalada ninkan madaxda looga dhigay maarata ee la yidhi adigaa maamul marka ninkan imtixaan sosama fa qalladuuhu fii hada alamri arrinkan hada alamri yani alikhtibaar wa alimtixaan azacaamata hogaanimada u dhiibeen taqliid alkhawaarij khawaarij nimanka la yihaha say madaxnimada ugu dhiibeen abaa nacaama nacaama wuxuu ahaa faraskiisii faras dheereeyo buu lahaa markaasa maaratay abaanucaama loogu naynaasay ninka ujeedaa abaanucaama caanka ku baxayna waa ninkii maaratay khaarijiga ahay oo caanka ahay oo shaacir weyn buu ahaa oo maaratay nacam la yihaahdo qudri ibnu fujaa'a alkhaariji qudri qatari qatarina waa la yihahda qatari magaaladan hadda waddanka qatar la yihahdo ayaa loo nisbiyey meesha deganaa jiray ayuu ahaa wuxuu ka mid ah bani azraq nimankii la azraqiyiintii ibaadiyiintii khawaarijti weligaa xajaaj ibnu yuusuf ay maaratay xoog lahaayeen oo joogay marka ninkaasaa qatar ibnu fujaa'a ayaa la oran jiray shaacir oo aftahan ah oo maaratay maskax badan buu ahaa markuu maaratay amiirkoodii la dilay khawaarijta la oran jiray azubayr ibnu caliyin asulaydi
ayaa la yiraahday ayaa damcayn nin kale inay u dhiibaan asaga marka nin baa la taliyay wuxuu ku yidhi alaa adullukum calaa man yutaacinu min qubulin wayaxmii can duburin calaykum biqadar ibnu fujaa almaazini nin geesiyo maaratay horey ka difaaci kara ciidan gadaalna ka difaaci kara oo aan cabsanin ma idiin sheegaa hor maarta ninka qadar ibn fujaa ayaa la yidhahdaa abaa nucaama ninka uu ku magacaabayona waa asaga weeyaan wuxuu leeyahay khudbo aad u cajiib ah adduunyada iyo maarata xumaanteeda uu gaado balaaqo fara badan in aftahan oo shaacir ah ayuu lahaa xaaskiisuna waa kasii dareen ayadana waxay ahayd shaacirad kale oo maaratay ayadana khaarijiyad ah oo madax adag ayay ahayd maarata kasii adag bay ahayd marka qaarkood waxay leedahay ashcaar bay leedahay waxaa dhihi jirtaa la yidhi axmilu ra'san qad saimtu xamla waqad maliltu dahnahu wa qaslah alaa fatan yaxmilu canii thiqla haweentaas ma garanaysaa shicir dheer bay saas ay leedahay ay leedahay axmilu ra'san qad saimtu xamla war waxaan sidaa madax aan ka daalay xambaarkiisa isiitaankiisa aan ka daalay waqad maliltu dahnahu wa qaslah subaggiisa iyo mayritaankiisa saliidiintiisana waan ka daalaye alaa fatan yaxmilu canii thiqla ma jiraa nin da-yaroo maarata madaxa iga gooya maarata nin awoodi karaya inuu maarata iga xambaar maxa iga jira mid ku jiraa bay ku leedahay maarata ninkii markay dagaalada gelays islaan waxay ahayd sidoo kale ah isagaana shiciradiisa waaba cajiib weeyaan nin caadiya ma ahayn ninkaasi ayaa la yidhaahdaa ayay u dhiibeeno qadari ibnu fujaa fa sabran fi majaali lmowti sabran fama naylu lkhuluudi bimustataaci shicir wuxuu leeyahy dheer uu naftiisa kula hadlaya dagaalka markuu gelinayo uu naftiisa dul qaado geerida maaratay dagaalka goobaha lagu dagaalayo ku dul qaado fama naylu lkhuluudi bimustataaci ina waarid la gaaraahi wax la awoodo maaha kulliba dhimanaysaah dagaalka maaratay naftiisa ku sabar shicir dheer uule nafti kula hadl dagaal ku buurinayo ayuu leeyahay marka wuxuu ahaa nin muxuu ahaa nin imtixaan ayuu ah ninkaas marka abaa nucaama la yidhaahdaa khawaarij baa madax ka dhigatay marka ninkii sidoo kale ugu dhiibeen oo sidii khawaarij ninkaas uga dhiibay ay ugu dhiibeen oo kale fa aqbala cala alkahli wa qaal markaas wuxuu kusoo jeestay ninkii maaratay kahliga ahay da-da weynaa bu kusoo jeestay waqaal wuxuu ku yidhi subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astakfiruka wa atuubu ilayk